الاولاني بتاع ثلاث خمسات بس اللي هو كان فيه اربع انواع من الاستيبل والمونو ستيبل المباشر العديد بس بعد كده جاي في الفاينل ثلاث خمسات جاي في الجزء الاولاني اللي هو فيه اربع انواع من الاستيبل اللي هم بالتحديد كان فيهم واحده ار اي ولا بي بعد المره حطينا ضيوف بعد المره قلنا فيكس فريكونسي فيريبل ديوز سايكل وبعدين الاخير 50% بعد 50% ديوز سايكل بعدين المونو ستيبل العاديين المونو ستيبل هم دول جايين بس امتحان الطبع وكل حاجه وجاهز لان هو كان المفروض النهارده المنتخ قال لي فشل الفاير من بلو شيت نعم فشل الفاير من بلو شيت خدنا محاضره واحده بس ذكر واحد الديفريشن الفاير جاي بشكل جديد تماما انا خدت شغال مش نازل مش نازل المعدين دول شيء مش نازل انا هو بس كان خمسات ولا نعم الناس كانت بتسال على الاساس حتى في كنا يعني شوط فحتى ما حدش مسال ايه ده كام مش عارفين هو هنسي هم دول ايه هم دول شيء محدود هم ما فيش مش احنا عايزين ولا اللي جاي في الديفرنشال امبليفاير الرسمه اللي انتوا عارفينها بتاع الديفرنشال امبليفاير اوجد الدي سي كارنتس اللي موجوده فيها واوجد الجيم الديفرنشال جيم وسيب الانت جيم فقط حاجات البشر دي مفيش فيها هو مش نازل مش نازل ولا مش انا حطيت الامتحان بناء على الورق اللي معايا بتاع الشتات بتاعتي مش معانا ما نزلش خالص ده في مكتبه قال هو هينزل ولا لسه طب بس دي ما جاي انا ممكن اديك شيء ماشي اللي هو ما جابوه ايوه سلام بقى بس داخلينه بقى قالوا بقى هو دكتور الشيء ده محلول ماليش دعوه هو اللي معايا محلول بس عايز اقول لك بس مصوره هذا اللي بيعمله لا انا مش لاقي المساله يعني طب ما تقلي يا دكتور نعم وانا وصلني ان انتوا زعلانين الجزء الثاني بتاع الكورس انا مش عارف انا عارف الدكتور بشوف في العموم راجل بيشرح كويس هو دارس من زمان قوي يعني الدكتور مرزوق اكبر مني في نصوص ثانيه يعني انا معاش بس هو اكبر مني في نصوص ثانيه هو كان دكتور عليا يعني انا كنت طالب زي كده بس يعني انا الاكسبيرينس بتاعتي معاه ان هو مش كويس معرفش هل بتفهم ولا ما يشرحش دكتور احنا بنفهم حته بس مش عارفين نجمع اي حاجه احنا فاهمين حته بس يعني مثلا دكتور فاك واحده بلس اي بلس بي ورسمه جراف احنا مش عارفين هي ايه دي ده بي جي تي ولا ايه بلس بلس بتاعتي ايوه بعد كده فريكونسي ما اعرفش هي دي فريكونسي ايوه بعد كده كان نفسك مكان بتصور هو ايه في اليد ايه بص يا شباب الانسب الامان الانسب هو الكورس ده حوالي 15 سنه مرات كتير زيته كاملة غبابيط او احسن حاجة ان الدكتور واحد يدي مدرعه صح؟ عشان يبقى عارف يصدق ايه وما اداش ايه والتكامل بين الاجزاء ايه ويبقى يعني مثلا لو انا بدرس كنت هعمل ازاي؟ بعد ما اديت الجزء من الدراماتيك ستيج كنت ادي الفريشمان ريسبونس بتاعه وبعدين داخل على الديفرنشال امبلفاير بعد الديفرنشال امبلفاير ده البيلدنج بلوك بتاع الديفرنشال امبلفاير اروح شارع بيوكشن امبلفاير وانا حتى في الكتاب بتاعي عامل كده انا ماشي كده فبتدي الديفرنشال امبلفاير تخش على الديفرنشال امبلفاير تدي الابلكيشنز بتاعته وبعدين تدي حاجه مهمه جدا ما اعطيتش ليكم اللي هو الفريكونسي ريسبونس بتاع الديفرنشال امبلفاير بمعنى ايه؟ الديفرنشال امبلفاير انا بتعامل معاه لغايه دلوقتي كله ايديا ده مش صحيح
ده مش صحيح، لان عندك الجين بتاع البشر اللي فاهم احنا بنفترض ان هو عالي جدا، ده صحيح في اللو فريكوانسيز. في الهاي فريكوانسي الكلام مختلف، فالجين بتاعك بينزل جامد. طب ايه تاثير ده على الاداء بقى؟ ففي ليميتيشنز كتير، فدي ما انتم متطرقتوش ليها خالص، دي يجب ان انتم تعرفوها. فكمان في البشر اللي فاهم بتاخده في البراكتيكال ان هو الجين بتاعه فانكشن في فريكوانسي، ما هوش جين عالي على طول. بعد كده بعد ما بنخش كنا في الريشن الفاير حاجه مثل بدخل في الفلترز واعتبرها استكمال للريشن الفاير، يا بدل الثلاث خمسات وبعدين بدل الفلترز وبعدين بدل الباور سبلايز اللي هبتدي معاك بيها المره الجايه. طبعا مش هشرح الحاجات دي كما اتمنى، فهحول الحاجات المهمه جدا اللي فيها. طبعا هيبقى المحاضرات احنا بدينا بقينا مرتين، المرتين دول واحده فيهم هيبقى نصها هتكلم عن المشروع اللي هيتعمل، والمحاضره النص على الباور سبلايز، لان الباور سبلايز الشباب تختلف جدا جدا حاليا عن اللي انتوا تعرفوه. اللي انتوا تعرفوه في الباور سبلاي ايه؟ انه متكون ازاي؟ حد يعرف؟ اكيد خدتوها سنتات على الاقل. اللي هو بين البريدج، ايوه بريدج وكباستور. جميل جدا الكلام ده يا شباب، بس مش عايز اعرف الناس اللي عايز اخلصه ويخلص. المهم الكلام ده انا كنت هعيده المره الجايه بسرعه، ما عادش موجود النهارده غير في حاجات صغيره جدا باخد طريقه. ليه؟ لان الترانسفير الموجود ده لو مطلوب فيه كارت كبير هتلاقي حجمه كبير جدا ووزنه كتير، حتى مثال بسيط. حد عنده اي فكره عن البي سي اللي عندك في البيت مثلا الباور بتاعته قد ايه؟ الكيسه دي كام واط؟ 500 تقريبا بدايه من 500 كام واط؟ 400 600 صح؟ ليه؟ الواط بتاع الكيس كبير مش صغير كويس؟ الفولتات اللي جوه الكمبيوتر الدي سي كام؟ 55 في 12 فولت دي للدرايفز بس، زي الهارد ديسك درايف واذا كان سي دي درايف وحاجات كده. لكن المذر بورد نفسها كام؟ 5 واقل كمان 3.3 حاجات كده. جميل. لو افترضنا كده ان انا 360 واط، بس عشان سهوله الحساب 360 واط وبتاخد 12 بورد، يبقى عايز كارت قد ايه؟ 360 على 12 كام؟ 30 امبير. لو تخيلت ان انت عايز باور سبلاي 30 امبير، متخيلين شكل الترانسفورمر قد ايه؟ هيبقى حاجه دي كده. لكن لما تروح تشتري ترانسفورمر هتقول له 220 12، هتقول له 1 امبير، تقول له 2 امبير، ما اعرفش حاجه كده. ال 1 امبير ده بس حاجه قد كده، 2 امبير ده حاجه كده، لو 30 امبير ده حاجه كده، ده حاجه مرعبه يعني، مش حاجه بسيطه يعني. فالباور سبلايز بعد حجمه كبير وزنه كبير التكلفه بتاعته كبيره. ال 30 امبير دي بتستخدم مثلا عشان متخيلين في مكان اللحام، مكان بتاع اللحام الكهرباء 30 امبير. فطبعا الترانسفورمر بالشكل ده لو كان الباور سبلاي بتاع الكمبيوتر بالمنظر ده ما كانش حاجه حد عامل كمبيوتر، انت عايز الباور سبلاي بتاعه قد كده، ولا كان مستحيل يبقى فيه لابتوب اطلاقا، ولا تابلت ولا كمبيوتر هجيب لك باور سبلاي منين؟ تمشي معاك ما كانش ممكن. فدلوقتي تسحب عجله معاك كده ولا حاجه. فالكلام ده اختلف خالص نهائي. والتكنولوجيا المستخدمه في الباور سبلايز متقدمه جدا ومش موجوده عندنا في مصر. واديك مثال بسيط، الشحن بتاع الموبايل المفروض ان هو مجرد باور سبلاي لانه بيشحن بطاريه الموبايل مش اكتر من كده. لو جيت فتحته، لو حد فتحه او كسر منه او اي حاجه هتلاقي مفيش ترانس جواه، او في ترانس حاجه صغيره جدا. ده ايه ده بقى؟ ده احنا ما نعرفش نعمل شحن موبايل، مصر ما تعملوش. ده بيجيلك من الصين. لو طلبت الاجزاء دي اللي هتكلم عنها المرات الجايه لوحدها هيديلك اغلى من الشحن. في حاجه زي كده الناس بتستورد كميات من الصين برضو، يعني حاليا استيراد الكومبوننتس من الصين بقى ارخص من الاول، يعني بقوا بيستوردوا مش هتطلع المنتج النهائي
عشان بيبقى في حاجات تانية ليه؟ لأن عندك في فاكتور هو موجود عنده مش عندك إطلاقا. الماس برودكشن. يعني أنت لما تيجي تنتج مثلا مصنع بينتج 100 عربية في اليوم زي المصنع بينتج 10,000 عربية في اليوم، ده كلام تاني خالص. مع التكلفة كل ما تنتج كتير تاخد مكونات الإنتاج أرخص كتير، يطلع الفاينل كوست بتاعك أقل كتير. فأنت مش هتعرف تنافسه أبدا. مش هتعرف تنافسه من ناحية التكلفة. حتى لو عدت الحاجات دي، بس على فكرة ممكن ما يرضوش يبعتها. يعني كومن اكسبيرينس كده انه الحاجة اللي هو بيبيع فيها كتير واللي سوق فيها كبير ما بيبيعش المكونات بتاعتها. يقول لك لا. أو يبيعها لك غالي أوي. بحيث لو أنت استخدمتها يبقى مالهاش لازمة. مش كوست افكت. بقى في معنى. يعني احنا ما نعرفش نصنع لا. عندنا بتسيب. بص عشان تصنع حاجة أنت ما كنتش بتصنعها قبل كده لازم تعمل أبحاث كتير وتصرف كتير لغاية ما توصل للنتيجة. هنا مفيش في مصر أي حد مستعد لهذه القصة إن أنت تقعد تصرف سنتين ثلاثة عشان تطلع منتج معين. إحنا اللي عندنا رجال أعمال مش رجال صناعة. فرق كبير بين الاتنين. رجل الصناعة ممكن يقعد يصرف على حاجة معينة لغاية ما يطلع منتج، لكن رجل الأعمال عايز يجيب حاجة وجت بالعشرة ساعة من برة أبيعها بكرة بعشرين بس يبقى هو كسب كتير وخلصنا على كده. فهو مش عايز يبذل مجهود إن هو يعمل أبحاث عشان يطلع حاجة اللي في مصر مش كده. هو عايز يقلل فلوس بسرعة. يعني مثلا لو بيعمل مروحة ممكن يجيب الموتور من حتة، الريش من حتة، البوط من حتة، يجمع مع بعض. الصناعات اللي عندنا أغلبها مسمار ومفك. ربط 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 اسم منتج. حتى الاقلام الجاف اللي بتتصنع في مصر بيجيب الانبوبه من حته والبلاستيك من حته وكان جاف صناعه مربحه جدا. يعني كلفه القلم مثلا الجاف 20 قرش يبيع 50 قرش. قول بقى يعني. حد يكره؟ فموضوع بتاع الطرف سبلايز مهم جدا يا شباب. غير كده كمان هتكلم على حاجه اسمها اليو بي اس. اليو بي اس اكيد سامع عنه، اللي هو لو قطعت الكهرباء انت بتعمل تغذيه. ايه هو بتعمل ازاي وايه اهميه اليو بي اس وكده؟ بص ده المصلحه يا باشمهندس، صدقني المصلحه. ما انا اريح لعبه في البيت. لا يعني عادي. انا كنت اتمنى ان الكورس يبقى 15 اسبوع واديك كامله كنت اتمنى. بس بقى حاجات خارجه عن ارادتي انا. وكنت هاجي اديتكم دوائر كتير عملي واشتغلت معاكم كتير. بس في حاجات خارجه عن ارادتي. هو المفروض انا لما اطلع اديتكم واحنا خدنا كل الكورس الحاجات دي مطلوب بيها؟ نعم. الحاجات اللي احنا ما خدناهاش دي لما اطلع بعد كده المفروض ان انا اكون خدتها. بص انت مستحيل يا باشمهندس هتاخد كل حاجه في الكليه، انت بتاخد اساسيات وتكمل عليها بينك وبين نفسك. انت مش هتاخد كل حاجه. بتكلم على السنه اللي بعدها. السنه اللي بعدها لا لا انت خدت الكلام ده. يعني من الكورس بتاع اللي هيدخلوا اتصالات عندنا اولا من الجزء بتاع الفلترز ده كل الناس بتحتاج له حتى لو احتاجت له بالشكل المبسط. ان انا عندي فريكونسيز عايز اشيل حاجات واحط حاجات ممكن بدون دخول في التفاصيل، حتى لو دخلت باور او دخلت حاسبات الكلام ده موجود لان جزء من الكوميونيكيشن سيستم بصفه عامه وجزء من الموتور درايفز حاجات كتير. الفلترز حاجه اساسيه مثلا. الامبليفايرز برضه حاجه اساسيه. باك زاك معلومات الكوبريشن امبليفاير اساسيه. كل الحاجات الاساسيه دي. لكن ممكن السبيسيفيك ابلكيشن اللي انت هتتعامل مع السنه الجايه ما تكونش واخده بس هتقدر تفهمه. فاهم قصدي؟ بس يعني كنت تاخد ابلكيشن كنت تعرف البروفيشنال ريفاير. تمام. كنت كنتش خدته بس انت فاهم الكونسبت. بس شوف المسألة التالتة عشان ايه؟ من لازم الدولار ما مسهل لازم تنزل حاجة زي لا عشان قلت الكلام ده عن المجموعة دكتور عمرك لما تاخد الفاينل كل ورقة؟ نعم. هل بقى تاخد الفاينل كل ورقة؟ نعم. هل الفاينل حاجة معايا دكتور؟
في هاي كلاس ريستر من الدرجة الرابعة ناقص الكلام ده
ليه متاح ليه سيب نستمتع بالخمس دقايق دول. هتعمل لك احسن الثانويه شمع عند 2 كيلو بعد ما عينك كان هاي مصر واحد على كاس التمرين بتاع واحد زي البروفيسي حلقته باور كام بقى حلقتنا؟ باور كام؟ ايه؟ فالتم ده هيبقى صغير جدا